عيني حدود قادر تتخيل بفكارك جود الإماراتي والطالب حارب. Now we have the UAE oath with حارب. زملائي الأعزاء أرجو ترددوا معي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجميع حكام الدولة أن نحترم دستورها وقوانينها وأؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أرضها. إنه ليوم جميل مفرح مبهج وداع للفخر والاعتزاز. قبل نصف قرن اجتمعت قادة هذه الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان بن سلطان آل نهيان ليبدأ بناية حلم كان يراود شعب هذه الإمارات ألا وهو الاتحاد وتكوين دولة عصرية ومتحضرة تحقق أماني وتطلعات شعبها. اليوم نحتفل باليوبيل الذهبي لذلك الحلم. نحتفل بفخر بما قدمه لنا أباؤنا وأجدادنا لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. وبهذه المناسبة فإنه لي شرفني أنا الطالب حميد راشد الهلي الهاجري وبالنيابة عنكم جميعا أنا أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى أولياء العهود وعموم شعب الإمارات وإلى كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. أخواني الطلبة والطالبات، لقد عرف مؤسسي الإمارات بأن التعليم هو أساس كل تقدم وتطور، لذلك بنيت المدارس والجامعات ووفروا للطلبة كل سبل التعليم والمعرفة لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. فعلينا أن نحرص على العلم والمعرفة واحترام وتقدير كل من يعلمنا حرفا لنكمل بناء ما بناه أباؤنا وأجدادنا. كل الشكر إلى إدارة المدرسة على هذا الاحتفال وشكرا لكم وشكرا لكل من يفرح لأجل الإمارات اليوم. وندعو الله أن يسدد خطى قادتنا ويحفظهم من كل شر وأن يحفظنا جميعا أعزائي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I want to congratulate all of us today and congratulate the UAE on its 50th National Day. We wish the UAE, its people, its visionary leadership, a brighter future and a happy National Day. Please enjoy. Thank you. Greetings from Ms. Hiba on behalf of Parent Association. كل عام وإماراتنا الحبيبة بخير وأمان ووحدة وازدهار. والآن تحية من السيدة هبة بالنيابة عن أولياء أمور مدرسة إغنايت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, on behalf of all Parents Association members, I take this opportunity to welcome you all to our 50th UAE National Day. I would like to thank all boys and girls for their spectacular participation today. I'd like to extend a special thank you to the amazing team organized and contributed their time and effort to make today a truly wonderful celebration. You're able to come. It's really important, not just because it's the 50th birthday of the United Arab Emirates, but because we haven't been able to host you on our campus in so long. Assalamu alaikum. Good morning and welcome to Ignite School. Thank you for joining us today on this momentous occasion of National Day, 50 years. We're proud to represent Emirati culture here, and we're proud to be residents of the UAE. واجب يشكره فوق هذا الله رازقني خليفة الذخر انا الاماراتي اللي طمح ولي حلم بيضة هداياتي اصبحت قدوة للامم انا الاماراتي اللي طمح ولي حلم بيضة حكاياتي اصبحت قدوة للامم ابوي زايد قدوتي اللي بدا بمسيرتي وضعني بالذات السليم وصلت Sharjah, Fujairah, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Umau, Kuwait, Ras Al Khaimah, seven Emirates in the UAE. There are seven places to go in the UAE. There are seven places to go in the UAE. Sharjah, Fujairah, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Umau, Kuwait, Ras Al Khaimah, seven Emirates in the UAE. December 2nd is our very own national day. Yeah.
تتغير في السما تبيت على تبغي تشوف الناس في جنة سلموا حي حاكم دبي